ولا مش هي؟ وانا راجل ما بكذبش طبعا، انا راجل بقول الحق ولو على رقبتي. لمؤاخذة بقى عشان الحقيقة تبان. ايوه ايصال الامانة اللي عليا معايا. سمعت حاجة كده في السكة ما ريحتنيش، بس لازم اتأكد تاني. انت عامل زحمة ليه؟ ايصال الامانة ب100,000 معايا. هي المزيكا اللي قلقاني. المزيكا بتضرب، بحس ان في شيء من الحقيقة. لا اتأكد اخر مرة. سمعت جملة كده، ايصال اللي مش عارف ايه معايا. امال انا بعمل ايه؟ لا معايا. بس الايصال اللي عليك معايا وحوديك في ده احيانا. الله حضرتك ما بتكملش لغايه هناك ليه؟ معلش في مزيكا بتقطمني في النص. معايا ايصال الامانه اللي عليك معايا واللي عليا معايا برضه. يا بنت الكاش. ده خدت الزرار والايصال. قول. ايوه سعاده البيت، انا عايز حضرتك تقول لي الحقيقه. ما انا هي بنتي دي ولا لا؟ انا عايز اقول الحقيقه. اتفضل قول. ليه تعمل فيا؟ قول يا مين يا صادق، قول يا اللي ما بتكدبش. قول يا فندم. قول قول قول. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ عفريت كمان؟ اقول لك الحقيقه بس. قول يا فندم الحقيقه. مش هي. انا اسف يا شيخ. ايوه برافو يا انا اسف يا دكتور صادق. معلش انا بعتذر لك وبقول لحضرتك انا يشرفني ان انا اواصل واستمر في حمله حضرتك الانتخابيه. تامر إيه؟ اظن ان جه الوقت المناسب اللي لازم اكشف فيه الدكتور جبل. اكشف ازاي؟ انا اللي كنت هنا. ايوه يا تامر، انا اللي كنت هنا. دكتور صادق بيحبني واحنا في داهية، وكنا متفقين على الجواز، بس للأسف هو خاف على إحساس مراته، ما خافش على إحساسي أنا. حضرته كان عايز يتجوزني في السر من وراكم من ورا بابا، واللي بيحب حد يا أستاذ صادق ما بيخبوش عن الناس. جواباتك اهي، وقتي كمان هديتك. طيب انا ما كنتش عايزاك، لان انا اصلا مش ليك. خليك مع مراتك. ما تجيبي بوسه قبل. صلح الجو شويه. مش عارف. زرار بعد ايه؟ اخته بنت المجنونه. دكتور صادق. نعم. ال 2000 جنيه اللي حضرتك اديتهم لي انا محتاجهم صحيح، لكن لا مش هاخدهم، مش هاخدهم يا علوان الصدق، يا جبل النفاق. شكرا. وعلى فكره انا عمري ما حد صوت الواحد زي حضرتك، وانا اللي هعالج نفسي بنفسي. كلهم بيرموا الحاجات في الارض. انا اسفه يا استاذ امين. انت اسفه؟ انا اسفه اني كدبت عليك ولبست لبس حريمي وقلت لك ان انا بطخت وزه، لكن كنت انا اللي لابس اللبس ده، والنعمه الدكتور هو اللي قال لي. بس